قلت لك راجل بلادي ما تريحش معه والله ما تريحت معه تبيني نمشي حياتي كلها معاه انا كاتب نكدهم مش نشيره تبا يا ناجي ليش ما انت تحاول تغير من طبعها شويه هيك يعني فهمها وحده وحده وقول لها يا بنت الناس راه باش نعيشوا حياتنا ما تجيش هيك جنايه هذا طبع طبع يا راجل اش تبيني ندير نشيل الدكان ولا ندير لي سوفتوير طبع لا هذه امها صغير ما ينفعش معها سوفتوير راهو بس اسمع يا صاحبي لو كانك طلقت انسى حاجه اسمها ذهب ما عارف في 40 مليون ومنين وقصه وقصه في الموضوع بس في حاجه اخرى شو تقدر تخليها تطلب الطلاق بدون ما تعطيك حتى جرام واحده كيف 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 دير حاجات تخليها تجيبك يشد تيجي تقول لك نبي نطلق نبي نطلق طلقني شو ولا ما عرفت شو رايك؟ لا يا ابو شكي ها وخليها تقول لي نبيك تطلقني يا ناجي هبلة ولا عبيطة ولا بتستعبطي ولا ايه؟ ازاي يعني تدي ذهبك يبيعه يا خايبة انت؟ انا ناجي قال لي هات الذهب بتاعك قلت له لا. يا بنتي الراجل من دول اول ما تجري في ايديه الفلوس يروح يتجوز واحدة تانية امال يعني هيعمل بها ايه؟ شوفي انا نصحتك تعملي الكلام سامية طيب باهي سمسومة مع السلامة مع السلامة ناجي سماسم ايوه 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 تعالي نبيك في موضوع خير يا اختي جميلة ايه الحلاوة دي يا ناجي الله صار عجباتك اليوم والله والله يلا يلا روح اتبحنا عشان نعمل عليها شوربة ده الشوربة بتاعتها بتبقى ايه روعة ياي انا ما اتبعت عصفور انا اتبعت فيها والله دخلنيش بالشغل هنا بالشغلي باهي عنك هات هتبح انا لو هلا رنت عليا اقول لها مش فاضيه بتذبح فرحت بالدجاجه تحايه تفرحت بيها قبل دار فرح بالدجاجه والله عارف انا اللي عندي هذه كنجيب لها دجاجه حيه تتخليني نذب فوق سطح قلدي كو 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 هاي عليك هاي هاي كتشوفك مسكه الدجاجه يا راجل عارف لعبك فيها لعبه دجاجه ذبحتها وراني شتا قال زرزور زرزور لا 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 والله يلا يا راجل بكل هذه لا لا معناها انت خش الحوت خيبك والله كيف كيف اغلب الصبايا ما يحبانش بنه الحوت زفر تشينه وقشور وجيبها مش نظيفه جيبها هكا على طول انقني قاسي هنا خلاص قاسي وريها انا خلاص جيب هذيك عادي جيب حوت ما تجيبها زي ما قلت لك ما تجيبهاش نظيف جيبها هكي كيف مزفر ايوه شرس يكون بايت شرس كل ما يكون باهي قد اكثر تزفير اكثر اكثر قاسي لا قاسي ايوه عادي يا قاسي نور 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 وقصي قبل ما تجيني ها ضايق كان شنو حوت وزفر ودجاج ما دجاج ها؟ شو قلت لك انا؟ هو 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 السريب هبط لك منه هذا خلاص ولا لا؟ صيام من يوم غادي انا صايم خلاص قسما بالله قسما بالله ما شعرت بدي معك انا مرحلة الضرب انتهت توا بوني بوني خلاص خلاص قاسي انا شرير قاسي الله سمك الله ده انا بموت فيه يا ناجي الله سمك شنو فيه من تموتي فيه هذا شنو فيه من حاله السمحه يعني بحب السمك انا بموت اي حاجه من البحر بموت فيها بس اتنين بس اتنين شين عليك تجيب 10 كيلو بقول لك بحب السمك يا ناجي انت بس هذا بايت هذا داير حتى بنا عيب بتشينا عادي عادي هعمله لك في سيخ حط عليه ملح 10 ايام وبعد ما يعفن ناكله مخلوق مقرف غنيلي شوي شوي غنيلي والخضايا بسم الله كريم الرحمن الرحيم بسم الله كريم قلت لك كلمني جمعة ترى يا شاب ماشي. لا جمعة وهذه شكتي كان عداية خلاص.
بكانك شو 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 فيك كانوا اشتير لك لا اصلا شنو نفتح في الدليل نفتح في الدليل ما باش نفتح شوي فتحتها بقوة شوي الدفة بتاع البلاد هذي مدت لي بوني شوي الحمد لله على سلامة الدولاب الحمد لله على سلامة الدولاب شنو الأمور تمام؟ شنو أنت شو صار معك يدوي ها؟ أنا حي 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 أنا عاش صار له مسكت الحوتة إيدي وفرحت بيها يا رجل والله فرحت بيها قاعد تقول لي الله الله سمحة أي حاجة من البحر حلوة تو البحر مية مالحة مش حلوة اللي عندك انت لا تشم لا تستطعم عليها هيك الموضوع انت حيطول انا والله عايش في المساء والله عايش في المساء عايش في قصه طويله بكش امي حجر انا قال لي قررت خلاص بطلقها والله يلا لا 40 بقيه لا بطيخ طلق خلاص لا لا غير اصبر بس اصبر بس على بالك تو نلقى موضوع يحل لنا القصه هذه كلها فكر انت هو اكيد تطلع مع خطه يا رجل خلينا نفكر بس انا عندي فكره بيه عندي فكره بس خايف تفشل والله شو رايك؟ شو رايك؟ بس بيني وبينك بيه نحطوا لها ايش؟ العصير في السم وتموت خلاص تقص. العصير هو اللي يحطوه في السم وتموت. وهذه خطة سمحة. هذه جريمة مش خطة يا راجل. أنت هيك تكمل عمرك كله في حبس، كأنه غبي أنت يا راجل. ما فيني العمارة أنت اللي يسكت يا راجل. تبي لك خطة أنت محكمة ما فيهاش لا خسائر مادية ولا بشرية. أيوه أيوه صح صح والله لو محكمة كذا تكون مغطى فيها بطتها محكمة محكمة كويسة مسكرة. شو؟ قلت لك عيني حمراء. لا لا توجع فيها ما ظنيش والله بهي بهي هي نبتوي هي بسيطة هو انا مجمع صراحة خلنا هذا معلم اسمه مستر جملونة والله جديد هذا في ردود الصبايا والطلقات والمواضيع هذينا وخططوا خطات قديم بكرة يا رب صدق شكلي والله موضة قديمة يا رجل تي موضة قديمة هذا عارف 90 وليا مطلقهن واخذ من كل واحدة 50000 جنيه بس شكلي ماشي واجد يا رجل شكلي كمان ماشي واجد هذا اصلي اصلي 100 صح صح يعني بالضمانه 100 بطارية الدار اللي عليه تعال بس تعال توني تجيني انا وطلي بس شوري شوري الموضوع تعال مستر جبلونا خلاص كيف ما اتفقنا قبل يلا بكره ان شاء الله اوكي اوكي بعد الان رب عينك يا جمال الله قلت لك احنا جايين عند بسيطه يا حاط خف باي كلمه واحده بكره لا هذا واحد يا راجل الو ايوه كلا يا راجل كيف صار لا 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 حليتها حليتها لا من هنا ماشي ماشي ان شاء الله عقبالك يا ناجي ان شاء الله والله ان شاء الله ماشي اوكي مع السلامه العب والله يا مستر جملونا قلت لك انا هذا ناجي جاري عرفت عندك شيك لك موضوع نبيك كان خمسه قبل خمسه خمسه عندك شوري والله شوري بس بس وكلم اخر الو ايوه سقي سقي يا رجل ها اوكي تمام تفضل ابو حاضر انا كيف صار رصيد كمل بعد ما رصيد كمل نستغل الفرصه قال لك جاري العزيز هذا عنده مشكله عرفته عنده مشكله بيطفش وليته هي لمنه بيطفشها وانا ابو منك الحل يا استاذ جبلونه هذه بس هذه بس والله لا مشكله بسيطه والله يلا معلوله والله زين دقيقه بس شوي انت تبي حل مشكله ايوه اكيد التليفون بس دقيقه بس تعرف والله والله ما يحنش مشكلتي هذه والله الله عينك الاخرى لونها لك والله تلا يا راجل ما انت خلاص قلت لك محلوله محلوله تو نقول لك عليها نعم شوف مشكلتك حل بسيط بك باهي الحمد لله تو نقولها لك خطه ما تخرج المي الو انت كيف صار ها الو عارف انا لما لون لك عينك الاخرى عرفته
خلي هو يحل لك مشكلتك. وين؟ لا يا رجل كما صارش من حل مشكلتي. استراحة. طب باهي اه مظبوط محلولة. انت ما قلت لك انا ها حلت ها؟ يلا خلص مني يا رجل تذكرت يا رجل والله يلا خلص فيه كرت كرت تعبني يا رجل هذاك شوف شوف شو برنامج شوفه يا رجل جاتك في ثلاثة أربع كروت يا رجل تحل مشكلتك خير من أن تقعد طول عمرك في مشاكل تكنك وسط بالك يا بيني وبينك والله جيت ماني متريح يا رجل شكلك قريب والله متريح يا مستر جملون مستر جملون يا رجل حل المشاكل أنت عارف مش في فوار بتاع حموضة هذا فوار مشاكل معروف مستر جملون انت متحشم منك متحشم منك مش موجود انا شو بدك تقول يا استاذ استاذ نعم معلش يا بي ممكن تخلي انتظار بس خلي انتظار خلي انتظار طول انت عندنا مشاكل ممكن تحل لنا مشكلتنا يا الله يحفظك مشكلتك محلوله يا رجل اسمع انت تبي مشكلتك تنحل هاك عبي رصيدها ها؟ عبي عبي رصيدها مش عبي نام بس شويه عبي به تبي مشكلتك تنحل عبي 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 حاضر 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 عبي 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 توكل على الله تعبي 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 حاضر هو تنك على اليمين ولا على اليسار عبي 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 هفي انا رجينا كريم هاي استاذ هفي انا هاي كيف ولعت لا عادي ما عندكش مشكله تعبي حاضر 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 لا حول الله تكلم يا رجل في مشكلة واحدة أخرى يعني بنتي سامية قالت لك خذ الذهب من أمي قالت أنت مروح من العمل تركي خذ الذهب ما اليوم عندها فرح هي غريبة شو اللي غريبة؟ نكلم عليك بالتليفون تو باش تصدقيني كلامها بالتليفون؟ لا يا ابني مش قصدي والله والله ما قصدي حاجة وانت فهمنيش غلط يا رقنك انت لكن استغربت انا بس باش المشكلة عادي اعطيني الذهب معلش باه استنى شوية سمسم تعال يا سمسم سمسومة وانت قاعدة انا يا سبحان الله مش حاطيك بالحوش انا يا راجل سبحان الله يعني الطريقه اللي درتيها انت هذه دوا فظيعه انا استغربت وانسجمت معاك يعني ربي يعاون ان شاء الله ربي يعاون لحظه بس توني جنبك مش قلت لك الحي هذا انا من زرتاه حاولت على مزرته ومش قادره شفتي معيلنا بيه فشلت خطة جملونة خلاصه فشلت يا رب والله يلا عارف قول له سامي بس كان ما طلعتش محوش هلم راه اقسم بالله العظيم راه نجحت خطة كيف صار معك بعد طلعت كذاب كذاب قدام سبيت خلاص ما عادش عندي وجه بك انا والله يلا لا حول ولا قوة الا بالله باي وليتك روحت معك ولا قعدت غادي ولا كيف فين روحت مسكوها رهينة يا رجل قالوا لي جيب ذهب اللي هو كردان ونبينا نطلقوها الله يلا يا باي تمام 100% كيف صار؟ اوكي هيك خليه عندهم تقعد شهر وبعد شهر انت عاد ترفع قضيه في المحكمه وقول لهم الوليه ما عادش بدها تروح للحوش الحوش بتاعينا شكتك يعني. شو رايك؟ والله معني مش بتريح لك مش بتريح لك ورياتك لكن يلا هذه والله ما اخترت علي يا راجل والله بكره يا راجل قويه بكل قويه والله بيعطينا كارت خمسه ترى مش خير مني جمالون اعطينا كارت خمسه يا سلام صح مش خير منك جمالون والله شو 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 الحال عينك الغلق كويس والله الحمد لله بدأ يخف اللون شوي شكتي مشكك انت كيف صار؟ تشكتي بخش انا كيف كاكا منتو؟ قول حاجه انت يا عمي قول حاجه والله صح هذا ما فيها معقول مغيرين قبل؟ لا
ترى اتعب تعب تعب يا عمي يا عبدي يا عبدي اتعب اساس الزلم هاي سلام انا اللي بخشك جوا ما عندكش حاجه عندنا شمر الريح يلا يا عمتي والله 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 ما تجي يلا باي اعطوا نسخه 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 من المفتاح نسخه وعندك كبت نسخه باي والله يلا ما عندكش عندنا حاجه يلا حل كيف صار هو ما ادري ايش جيت يبصروا قصدك انا انبرمت يعني والله كيف برموني شتي باي شتي كيف سلميه دور لا خلاص سيفي مع الشقة وخلاص الله يعلمنا